السلام عليكم. هنكمل إن شاء الله الشغل في الإلكتريكال درايفز. دي محاضرة الأسبوع 8 استكمالا لشابتر 5 إندكشن ماشين درايفز. كنا اتكلمنا في آخر حاجة على الروتو فلكس أورينتيشن للفولتج سورس إنفرتر ويز كرنت مود كنترول. دي كانت آخر حاجة اشتغلنا فيها لما اشتغلنا وشرحنا الهستريسيس كرنت كنترول. تمام، هنستكمل الشغل في الجزئية دي في الاندكشن ماشين درايفز من خلال العناوين اللي موجودة في السلايد دلوقتي. هنتكلم في نقطتين أساسيتين. النقطة الأولانية هي الروتو فلكس اورينتيشن فيكتور كنترول فروم فولتج سورس انفرتر، ولكن النهاردة هنتكلم على الفولتج مود كنترول، ولازم ناخد بالنا وايه الفرق ما بين الفولتج مود كنترول والكرنت مود كنترول. النقطة الثانية اللي هنتكلم فيها النهاردة إن شاء الله هي الأوفر أول بلوك دياجرام. الأوفر أول بلوك دياجرام دي فيلد أورينت كنترول إندكشن ماشين درايفز، وهنقسم إلى شقين. الشق الأول الدايركت فيلد أورينت كنترول والإندايركت فيلد أورينت كنترول. هنبدأ نشوف وصف السيستم، وصف منظومة التحكم الكاملة، سواء بالفولتج مود كنترول، سواء في حالة الدايركت وحالة الإندايركت. هنبدأ بالعنوان الأساسي وهو الروتو فلكس اورينتيشن فيكتور كنترول فروم فولتج سورس انفرتر ويز فولتج مود كنترول. في إثبات صغير هنشتغل عليه. قبل الإثبات أقول لكم الفكرة الرئيسية اللي بتدور حولها النقطة دي. الفكرة الرئيسية إن في الشغل السابق في الكارت مود كنترول لما عايز أعمل سبيد كنترول مثلا، طبعا كنا بندخل السيستم الريفرنس سبيد ونعمل لها مقارنه مع الاكشوال ميجرد سبيد، يطلع السبيد ايرور، ندخله على بي اي كنترولر، بيطلع من البي اي كنترولر الريفرنس تورك او الريفرنس كرنت كومبوننت اللي بتعبر عن العزم واللي هي في حاله الاي كيو. تمام، وده من جانب. بالتوازي كنا من خلال الروتو فلكس، بما ان احنا دلوقتي في مرحله الروتو فلكس اورينتيشن، فمن الروتو فلكس اللي بساي ار كنا بننتج او بنحسب مركبه الكرنت في اتجاه دي اللي هي الاي دي اس. تمام، وبالتالي بقى انا حصلت على الاي دي اس والاي كيو اس، كنا بندخلهم على هيستريسيس كرنت كنترولر، وبالتالي اقدر احصل على الكنترول سيجنال اللي بتخش على الجيتس دي الباور سويتشز اللي في الانفرتر بتاعها. هنا من وقت حصولنا على الاي دي اس والاي كيو اس ثابت ما فيهوش مشكله، ايه اللي هيحصل بعد ما اجيب الكرنت كومبوننتس في اتجاه دي وفي اتجاه دي؟ اللي هيحصل ان احنا من خلال مجموعه معادلات هنقدر نعمل استيميشن للفي دي اس والفي كيو اس، والمرحلة اللي بعد كده ندخل مركبتي الفولتج الـ VDS والـ VQS على موديوليتور، سواء سينسويتر بالسوس موديوليشن أو سبيسفيكتور BWM تكنيك، وأقدر أحصل على الكنترول سيجنالز اللي تعمل تريجرينج أو فايرنج للباور سويتشز في الإنفرتر اللي عندي. تمام، وبالتالي يبقى المرحلة اللي إحنا هنشتغل فيها أو الحتة اللي إحنا هنشتغل فيها اللي هي هنعمل جينيريشن للفولتج كومبوننتس من الكرنت كومبوننتس اللي عندي، وهو ده الدريفيجن اللي احنا هنعمله. ازاي لما يكون عندي الاي دي اس والاي كيو اس والسبيد نقدر نحصل على المركبتي الفولتج في دي اس وفي كيو اس اللي عندي without using بي اي كنترولرز. يعني اقدر احصل على مركبتي الجهود من غير ما استخدم البي اي كاونت كنترولرز. الدريبيوشن بسيط جدا، وزي ما اخذنا قبل كده كلها بتعتمد على المعادلات اللي احنا درسناها بالتفصيل قبل كده في المحاضرات السابقه. هنبدا ب الفولتج ايكويشنز زي ما واضح في المعادله 66. البي دي اس بتساوي ار اس اي دي اس بلس تفاضل الابساي دي اس ماينس السبيد اوميجا اي في الابسايد كيو اس. هنشيل هنكتب المعادله
تاني، ولكن هنعوض بقيمة الإبساي دي إس بالقيمة اللي بين القوسين، ونعوض بقيمة الإبساي كيو إس بالقيمة اللي بين القوسين اللي تحتها. الإبساي دي إس من الشغل السابق عارفين اللي هي بتساوي ال إل إس أي دي إس بلس ال إل إم أي دي آر، والإبساي كيو إس بتساوي ال إل إس أي كيو إس بلس ال إل إم أي كيو آر. تمام. المعادلة دي معادلة الستيتور فولتج كومبوننت في اتجاه الدي، ونلاحظ كده ان هي داله في الروتو كارنت كومبوننتس اي دي ار والاي كيو ار. واحنا اتفقنا قبل كده مش هو السابق ان اي معادله تكون دلاله مركبتي التيار الروتو يفضل ان احنا نعوض عنها بالروتو فلكس بلس اللي مركبتي الستيتور كارنت الاي دي اس والاي كيو اس. في المعادلتين الاي دي ار والاي كيو ار الموجودين في اسفل السلايد دوت، يعني مش اول مره نشوفهم، اتعاملنا معاهم قبل كده واحنا اثبتناهم بالتفصيل في الحقيقه. تمام. طيب بصوا على الاي كيو ار، هتلاقيها فيها ابساي كيو ار. احنا من تطبيق البرنسبل اوف فيلد اورينت كنترول المفروض الابساي كيو ار بتساوي صفر، وده 68 المعادله 70 هم بيعبروا عن إمكانية الحصول على مركبتي الستيتور فولتج باستخدام الروتور فلكس والسرعة والستيتور كارنت كومبوننت اللي عندي. هنلخص المعادلتين في البلوك دياجرام الموضحين في السلايد الحالي. يبقى بمعرفة الإبساي دي آر تمام، وبمعرفة مركبتي الستيتور كارنت كومبوننت أي دي إس والأي كيو إس، ونقدر من في الحالة دي المعرفة الروتور فلاكس والستيتور كارنت كومبوننتس والسرعة الأوميجا اي، نقدر نحصل على الفي دي اس والفي يو اس. الجزء الحالي دلوقتي أو الجزء الاستيميشن ده بيكون جاست بلوك في الأوفر أول كنترول سيستم اللي بيعبر عن الاستيميشن أو حساب مركبتي الجهد من التيارات اللي أنا حصلت عليها من البي أي سبيد كنترول زي ما قلت في بداية المحاضرة. طيب دي كده النقطة الأولانية في المحاضرة دي خلصت. النقطة الثانية وركزوا، لأن هرجع للنقطة الأولانية تاني بعد ما نستعرض النقطة الثانية. النقطة الثانية عبارة عن لوب دايجرام أو فيلد أورينتد كنترول، هنتكلم فيها على جزئين. لما يكون السيستم عندي دايركت اف او سي و ان دايركت اف او سي، نبص على البلوك دايجرام ده على طول واحنا نوضح يعني ايه دايركت. وانا قلت لكم قبل كده وشرحت لكم على السبوره يعني ايه دايركت اف او سي. العمليه بتعتمد على امكانيه الحصول على الفلكس زي ما شرحت قبل كده في الفلكس استيميشن. نبص كده على البلوك دايجرام ده ونوضح فيه الفرق ما بين الدايركت والان دايركت. انا عندي اندكشن موتور وفولت سورس انفرتر، طبعا هشرح دايره من على اليمين، ويبقى عندي موتور وعندي فولت سورس انفرتر وبي دبليو ام. تمام. من على اقصى الشمال انا عندي فور ا جيفن روتور فلكس لينكج اللي بساي ار استرسك اللي هي الريفرنس، وبالتالي يبقى الروتور فلكس ريفرنس معطى او جيفن في الحاله دي، او يكون نون معروف. وعندي كمان الريفرنس تورك، طبعا الريفرنس تورك ممكن يسبقه بي اي سبيد كنترولر زي ما احنا اخذنا قبل كده. تمام. ولكن هنا ازاي نحصل على مركبتي الستيتور كارنت اي بي اس والاي كيو اس؟ نبص على الاي كيو اس، نقدر نجيبه من التورك، ودي معادله التورك عادي جدا. تمام. الجديد اللي في البلوك دايجرام ده ازاي نقدر نحصل على الاي بي اس ريفرنس. الاي بي اس قبل كده كنا بنعرفه ان هو عباره عن الابساي ار على ال ام، ده في حاله الايه الفلكس كنا بنعتبره ثابت، وكمان ما كناش عملنا له استيميشن. انما في البلوك دايجرام ده في حاله الدايركت انا عندي في بلوك تحت خالص استيلو الستيتور كارنت اي اي بي سي والستيتور فولتج في اي بي سي، واستخدمت الروتو فلكس كالكوليشن اللي احنا عملناها قبل كده، واستخدمنا الاستيميشن للروتو فلكس. فانا هنا في الدايركت عملنا استيميشن للروتو فلكس. تمام. وبالتالي ابساي ار موجوده معايا، انا هاخد الابساي ار دي واقارنها بالريفرنس روتو فلكس، احصل على الايرور في الروتو فلكس
اللي موجود. الايرور في روتو فلكس ندخله على فلكس كنترولر بي اي فلكس كنترولر، اقدر احصل يكون الاوتبوت نقدر نعتبره هو الاي بي اس ريفرنس. ويبقى دلوقتي انا معايا الاي بي اس ريفرنس والاي كيو اس ريفرنس، ندخلهم على الكرنت كنترولرز بي اي كرنت كنترولرز، بحيث ان كل ريفرنس كرنت اي بي اس ريفرنس بقارنه بالميجرد اي بي اي بي اس ميجر، والاي كيو اس ريفرنس بقارنه بالميجر اي كيو اس. الايرورز ليهم هم الاثنين بدخلهم على كرنت كنترولرز، اقدر احصل على البي دي اس ريفرنس والبي كيو اس ريفرنس، نحولهم الى اي بي سي كومبوننتس عشان نخش على الموديوليتور از بي ذا بالس سيموليشن تكنيك، ونقدر نعمل درايفنج او كنترولنج او اكسيتيشن للماشين اللي عندك. وبالتالي بنلخص الكلام ده في حاله الدايركت، اولا عملنا استيميشن للبروتوكولكس، ثانيا استخدمنا بي اي فلكس كنترولر علشان احصل على مركبه الطرف اتجاه الدي، ثالثا حصلت على الاي كيو من معادله التورك، واخدنا في الاعتبار انا شغال في الماكسيمم او الكونستانت تورك ريجن ولا الكونستانت باور ريجن، تمام، على حسب انا بستخدم فيلد ويكنج ولا لا، وبالتالي حصلت على الاي كيو اس. رابعا استخدمت 2 بي اي كرنت كنترولرز للحصول على الفولتج كومبوننتس بي دي وي بي كيو. طيب ايه الفرق ما بين الكريبتوجرام اللي قدامنا ده واللي حصل في النقطه الاولانيه من المحاضره؟ اللي حصل هنا انا حصلت على مركبتي الستيتور فولتج كومبوننت من استخدام البي اي بي اي كرنت كنترولرز، وكان الانبوت بتاعهم هو الكرنت ايرور. يبقى بمجرد معرفه مركبتي الستيت والكرنت الاي دي اس والاي كيو اس ريفرنسز، قدرت باستخدام 2 بي اي كنترولرز احصل على مركبتي الفولت. ده اللي حصل في الدايركت اف او سي. ولكن في حاله الفولتج مود كنترول او فولتج كنترول مود، كنت بستخدم استيميتور بالمعادلات السابقه اللي احنا عملناها ديفيجن والكلوبتوجرام السابق، ان انا باخد التيارين دول اي دي اس واي كيو اس، ندخلهم على البلوك دياجرام او المعادلات اللي احنا اثبتناها، اقدر احصل بشكل مباشر على مركبتي الجهد من غير استخدام بي اي كرنت كنترول. وده فرق اساسي. يعني ممكن اسالكم في الحته دي، اقول لكم كده بالظبط، ارسموا بلوت دايركت فيلد اورينتد كنترول ويز روتو فلكس اورينتيشن، ولكن باستخدام الفولتج مود كنترول. هنا ده فولتج مود كنترول بس باستخدام البي اي، ولكن انا ممكن اطلب منكم بس انا فولتج مود كنترول باستخدام استيميشن اوف ستيتور فولتج كومبوننت. يبقى هنا باستخدام البي اي، الطريقه السابقه باستخدام الاستيميشن للفولتج كومبوننت. طيب النوع الثاني من الفلوك دايجرامز اللي احنا بنوصف بيها ككل وهو الاندايركت اف او سي. حاله الاندايركت ده نفس الفلوك دايجرام السابق بالظبط، الحصول على الاي كيو اس ما اختلفش، الحصول على مركبتي الستيت اوف فولتج كومبوننتس البي دي اس والبي كيو اس ريفرنسز ما اختلفش عن طريق 2 بي اي كرنت كنترولرز، تمام، ولكن الاختلاف الوحيد ان انا شغال ان دايركت. فبحاله الان دايركت انا ما عنديش مركبه الفلكس، تمام، لا ميجرد ولا استيميتد، ولكن بنقدر نحسب السنكرونس انجل الثيتا اي عن طريق تكامل السنكرونس سبيد اوميجا اي، وان انا اجيب الاوميجا اي عن طريق السمشن السليب سبيد بلس الميجر بروتور سبيد. طب السليب سبيد اجيبها ازاي؟ من المعادله الشهيره اللي هي الواحد على تاو ار في ال ام على ابساي ار استريسك اللي هي ريفرنس، او اقدر احصل على الاوميجا سليب من واحد على تاو ار اي كيو اس على اي دي اس، تمام. وبالتالي في كل الحالات انا حصلت على السليب سبيد، جمعتها على الروتر سبيد، حصلت على السينكرونس سبيد، كملتها، جبت السينكرونس انجل سيتا اي، عملت ترانسفورميشن من الاي بي سي ميجر كارنت الى اي دي اس واي كيو اس ميجر، وكمان عملت ترانسفورميشن من الفي دي اس والبي كيو اس ريفرنسز الى في اي بي سي ريفرنسز، ومنها الى البي دبليو ام والبوث سورس انفرتر اللي عندي، تمام. ونلاحظ هنا دي في ملاحظه مهمه جدا في الحته دي كمان، ان انا علشان ما عنديش الاستيميشن او الاستيميتد روتور فلكس، انا حصلت على الاي دي اس بالعلاقه المعروفه اللي هي ابساي ار على
ال ام، ولم استخدم البي اي فلكس كنترولر زي الحاله الدايركت. يبقى في حاله الدايركت اف او سي استخدمت بي اي فلكس كنترولر عشان احصل على الاي دي اس، ولكن في حاله الان دايركت انا بستخدم العلاقه واحد على ال ام عشان احصل على الاي دي اس من الابساي ار. وبالتالي يبقى احنا اتكلمنا في ثلاث نقاط. النقطه هقول لكم خلصت المحاضرة، اتكلمنا في ثلاث نقاط. النقطة الأولى هو إن أنا أحصل على المركبتي الستيت اوف فولتج كومبوننتس من الكرنتس باستخدام معادلات مباشرة، وبنسميها الحاجة دي بنسميها الاستيميشن أو الفولتج مود كنترول يوزنج استيميشن اوف فولتج كومبوننت فروم ذا كرنت كومبوننت، دي بالمعادلة مباشرة. تمام. النقطة الثانية استعرضنا البلوك دياجرام في حالة الدايركت اف او سي، وفي النوع ده قدرنا نقدر نحصل على مركبة الفلكس في الروتروب سيارات سواء من الميجر او الاستيميشن، وبالتالي بجيب الاي دي واجيب الاي كيو وبحصل على المركبتي الجهد باستخدام 2 بي اي كرنت كنترولرز. واخيرا الحاله الثالثه ان انا بنشتغل في الاندايركت اف او سي وبحصل على السنكرونس انجل من الحساب السليب سبيد والروتوب وقياس الروتوب سبيد، وبالتالي بجيب السنكرونس سبيد واكملها اجيب سنكرونس انجل. بكده يبقى احنا خلصنا المحاضره دي، وان شاء الله تعالى ندخل المره الجايه ان شاء الله في موضوع استكمال للشغل في مادة تحريك الكهرباء. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.